لسه معاكم على نفس الموجة نغم اف ام. وخليني افكركم تليفوننا 3-8-3-5-3-3-16 لسمس 105-3. الخبر الجميل، مؤسسة حياة كريمة تطلق 100 شاحنة جديدة لأهالي غزة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. ومعنا على تليفون الأستاذة مروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة. أستاذة مروة أهلا بك معنا فعلى نفس الموجة، والحقيقة يعني الأخبار الحلوة دي. اهلا وسهلا بحضرتك استاذه ايمشي، اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. طبعا كما عهدنا من حياه كريمه انها دايما يعني سباقه في كل خير وفي كل صالح، سواء لاهل مصر او كمان لاغاثه اخواتنا في فلسطين بقطاع غزه، وتنفيذا طبعا لتوجهات القياده السياسيه وتوجيهات سيطره الرئيس. النهاردة الحمد لله اتحركت 100 شاحنة إن شاء الله لرفح تمهيدا لدخولها إن شاء الله الأراضي الفلسطينية. جميل جدا. المواد الإغاثية دي فيها إيه؟ يعني الحمد لله دايما حياة كريمة بتسعى إنها ترصد الاحتياج الحقيقي من على الأرض. طبعا كلنا لمسين إن الأوضاع بقت متردية أكتر وأكتر، في حالة من تقريبا أعداد كبيرة فقدت منازلها، وعشان كده احنا دايما متوجهين بإن احنا بنودي سلع ومواد غذائية سهلة الاستخدام علشان يقدروا يستخدموها بسهولة ويسر. بنودي مستلزمات طبية وأدوية في صورة مضادات حيوية وخيوط جراحية ومستحضرات تخدير وكمان مراهم للحروق والجروح طبقا برضو لرصد الاحتياج من الأرض هناك. كمان بنودي أغطية وملابس طبعا عشان مواجهة موجة البرد والشتاء اللي احنا بدأنا فيه، فطبعا ما ينفعش ان احنا ننسى اخواتنا في فلسطين. انتوا طبعا كمان شاركتم في الحملة الشعبية للتبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطيني في مختلف المحافظات. طبعا الحمد لله، يعني ودي كانت دايما حياة كريمة بتراهن على جدعنة المصريين، واحنا دايما بنقول ان هم فعلا هم دول الابطال الحقيقيين دايما في اي انشطة او اعمال بنقوم بيها. الحقيقة يعني لما نتكلم عن مؤسسة حياة كريمة، يمكن هي كانت على رأس مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من أجل تقديم كل أوجه الدعم للإنسان المصري. أنتوا أطلقتوا مبادرة من إنسان لإنسان اللي كانت بتستهدف طلاب المدارس باختلاف مراحلها، بقى لدعم القضية الفلسطينية ولدعم الإنسان المصري. يعني أنتوا عندكوا مهمة مزدوجة الأيام دي. بالضبط، والحمد لله هو ده دايما اللي احنا بنسعى ليه. ما كانش ينفع طبعا نصب برضو كل اهتمامنا للمواطن واخواتنا في غزة اللي بيواجهوا العدوان الإسرائيلي بس، فكان واجب علينا ولزمن ان احنا نمشي بخطوط متوازية بان احنا برضو نتوجه بالدعم للمواطن المصري، المواطن اللي دايما بيبقى منتظر ان حياة كريمة تخبط على بابه وتاخد بإيده. وعشان كده كان الهدف من مبادرة من إنسان لإنسان كانت إن إحنا نعمل يعني نوع من أنواع التثقيف والتوعية لطلاب المدارس بأهمية التطوع وإيه هي المميزات اللي بتعود عليك إنسان بيأدي خدمة لإنسان دون أي مقابل. كمان بنوعيهم بالقضية الفلسطينية وإيه هو دورنا ودور مصر في القضية الفلسطينية عبر التاريخ، ليه سياسة الرئيس موليها أهمية قصوى، ليه دايما بيوصينا بإن إحنا نرفض تصفية القضية الفلسطينية. وده اللي كمان شفناه النهاردة الحمد لله في إطلاق الموجة الثانية للقوافل الإغاثة المصرية، إن القضية الفلسطينية دي حاجة في مصر متأصلة في قلوبنا، فكان لازم نوصلها لأولادنا. قضية محورية من الثوابت الوطنية المصرية، أفكارنا فيها ما بتتغيرش.
ده حقيقي جدا الحمد لله، وده اللي كنا بنحاول نوصله لأولادنا علشان يبقوا مرتبطين بالقضية دي طول عمرنا، نفضل مصدقينها وعارفينها ومأمنين بيها، ما نسيبهاش إنه يحصل لها عملية صمت. أستاذة مروة، فكرة التطوع، أنا أما أبقى متطوعة أكيد أنا بخدم إنسان، ولكن أنا بخدم نفسي إزاي لما أكون أنا متطوعة؟ إيه اللي أنا بستفيده أنا كمتطوعة لما بأشارك من غير أي مقابل؟ عارفه استاذه انجي، هقول لحضرتك على حاجه انا يعني مقتبساها من طفل من الاطفال اللي جم المؤسسه يشاركوا معانا في التعبئه وعمليات التوعيه. لقيت بيتكلم عن التطوع وبيقول انا ما كنتش عارف ايه اهميه ان انا اتطوع واني انا اعمل حاجه خير، بس انا حسيت بحاجه غريبه بتحصل جوايا انا. فلقيت حد من المتطوعين بتوعنا اللي هم المسؤولين عن المبادرة، لقيته بيقول له التطوع مش بيغير بس في شخصيتك، هو بيغير في قلبك. كلام يمس القلب فعلا. التطوع مش بس بيغير في شخصيتك، هو كمان بيغير في قلبك. بالضبط، هو فعلا هو بيخلي البني آدم فعلا حساس تجاه كل المشكلات اللي بتقابل يعني الإنسان من نواحي، يعني هو بيفكر بفكر إنساني بحت، يفكر هو يعني ايه يترفع عن اي عائد هيجيله مقابل ان هو فعلا يبقى انسان سوي، انسان مش بيشوف نفسه بس مش اناني. ده يعود عليه مش بس هو كعائد شخصي كانساني ان هو غير فعلا في سلوكياته، لا ده كمان خلاه يعرف مكتسبات بلدنا ايه هي البلد بتعمل ايه ويبدا يخدم عليها. هو مستفيد ان هو حاسس ان احنا كلنا بقينا بنخدم بعض، كل واحد فينا بيدي خدمه للتاني وبياخد مقابلها خدمه تانيه مش مقابل مادي. الموضوع مش بس ان احنا نفيد يعني نتكسب. طيب قولي لي، احنا عندنا كام متطوع ومتطوعه في حياه كريمه؟ والله حياة كريمة الحمد لله، يعني يمكن من المؤسسات اللي ربنا أنعم عليها بأن ليها أكبر قاعدة متطوعين على الأرض، هم 36 ألف متطوع الحمد لله، بنتشرف بوجودهم من كل المحافظات المصرية. كل المحافظات عندنا في حياة كريمة 36 ألف متطوع من كل حتة في مصر. بالضبط، وده طبعا عامل عنصر قوة شديد كبير جدا لحياة كريمة، وده ليه؟ لأنه بيخلينا نرصد الاحتياج من أهله. 36 ألف شاب وشابة متطوعين زي الورد موجودين في قراهم وفي مدنهم بينقلون الاحتياج من اللي هم عايشينه والمقترحات من اللي هم بيواجهوه، وده اللي بيميز حياة كريمة اللي دايما بنفتخر ان احنا نقوله ان احنا بنرصد الاحتياج من الارض. احنا فعلا بنرصد الاحتياج من الارض من اهله وهم دول، وبيحسوا كمان انه قد ايه هو ليه دور فعال في ان هو بيخدم اهله اللي هو مرتبط بيهم، اللي هم يعني لامسينه في قريته او في المدينة بتاعته او في النجع اللي هو فيه. بيقدم كل الدعم من خلال مؤسسة حياة كريمة للأهل دول، فده بيعلي جدا قيمة التطوع عندنا للتيم المتطوعين كله اللي بيبلغ 36 ألف متطوع. أشكرك أستاذة مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة.